اخر حاجه معايا في المحتوى الخاص بالاهلي، صفحه الاهرام، الحساب الرسمي للاهرام على تويتر بيتكلموا على ان تحذيرات شديده اللهجه من موسيماني للاعبي الاهلي قبل مواجهه المريخ السوداني الليله. طبعا هي الفكره التحذيرات في اطار عدم الاستهتار بالمنافس. الفريق المريخ بيضم في صفوفه عناصر مميزه بيطمع في تحقيق نتيجه ايجابيه في القاهره او التعادل على اقل تقدير. شدد موسيماني على ضروره احراز هدف مبكر يسهل من مهمه الفريق خلال المباراه في ظل الطريقه الدفاعيه اللي ممكن يتوقع ان يلعب بها المريخ في مباراه اليوم. ده بشكل عام الكلام اللي قاله بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره او في الساعات الاخيره قبل المباراه اليوم. بشكل عام بالمناسبه هي مباراه صعبه، المباراه قويه، وبيتسو موسيماني بيعتمد في تحضيره لهذه المباريات على نقطتين. اولا العامل الذهني والعامل النفسي بشكل كبير جدا. المحاضره اللي بيعقدها بيتسو موسيماني بتستمر لمده حوالي من ساعه الا ربع الى ساعه، وامبارح عمل محاضره قبل موعد المران الاساسي والرئيسي واتكلم على التحضير الذهني والتحضير النفسي، وفي بعض اللقطات والفيديوهات تم ارسالها عبر الايميل لكل لاعب عشان يذاكر فريق المريخ وهو موجود في المعسكر بالامس، وده تم ايضا كمان لما كان الفريق لسه راجع من ارض المونديال. بالمناسبه كمان عايز اكد على حاجه تانية، ودي الجزئيه التانية اللي عايز اتكلم ان بيتسو موسيماني بيركز على ايه. بيتسو موسيماني اثناء مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه كان بيشتغل على التحضير لمباراه المريخ ومباراه سيمبا التنزاني، وازاي الاهلي بعد ما يرجع من كاس العالم للانديه يكون كل الامور اللوجستيه والامور الفنيه جاهزه للفريق عشان يخلص من مباراه المريخ في اليوم التالي، تكون كل الداتا جاهزه قبل مباراه سيمبا، لان مباراه سيمبا هي اصعب مباراه هيواجهها الاهلي في دوري المجموعات. سيمبا التنزاني تم تحضير الفريق بشكل كبير، حصل تغييرات كتيره جدا في شركه نادي سيمبا، حضور جماهيري. لا ننسى ان سيمبا التنزاني من الانديه اللي بتحظى بحضور جماهيري حتى في ظل جائحه كورونا، وده بيصعب من إقامة هذه المباريات تحديدا في تنزانيا. عمل نتيجة جيدة في لقاء الجولة الأولى، فاز على فيتا الكونغولي، وما بننساش إن السنة اللي فاتت أو الموسم اللي قبل الماضي فيتا فاز على سيمبا في الكونغو 5-0، لكن بعد التطور اللي حصل في سيمبا قدر بعد ما كان بيخسر بالخمسة يفوز على فيتا بهدف مقابل لا شيء. فكل الأمور دي في ذهن بيتسو موسيماني والجهاز المعاون، وبيحضر بشكل قوي جدا للمباريات الافريقيه سواء مباراه المريخ او مباراه سيمبا. المباراتين بالنسبه للجهاز الفني هي كتله واحده في توقيت واحد، مباراتين في اقل من اسبوع، 6 نقاط تدفع الفريق دفعه قويه جدا في البدايه. قدامكم بالمناسبه على الشاشه دي لقطات حصريه من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وبنتكلم هنا بقى في التوقيت. كل حاجه النهارده في البرنامج اليومي متحدده من اول موعد الفطار، ميعاد الغداء، الميتنج، موعد قاعه المحاضرات والاجتماع، ثم المغادره الى استاد القاهره الدولي، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله لفريق النادي الاهلي.